أعزائي وأحبائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارديه. إحنا لسه بندرس القوانين الطبيعية، القوانين الإلهية التي تتحكم في الكون، موجودة كلها في كتاب الأرواح بطريقة منظمة بأسئلة ممتازة. ولكن في أبحاث علمية جديدة في مجال الميتافيزيقا ومجال فيزياء الكم، والنهاردة أنا هجيب لكم القوانين دي بطريقة مكثفة. طبعا في روحانيين كتير اتكلموا في أجزاء من القوانين دي، لكن أنا بحب نلم القوانين دي على بعض، نعمل فيها حلقة واحدة، حيث اللي عنده صبر يقدر يتعلم كل شيء عن هذه القوانين ويشوف ايه اللي هو هيستفيد منها. صاحب البحث اسمه البروفيسور فرناندو أنطونيو جونسالفيز، وده راجل ممتاز جدا، دكتور جامعي في البرازيل ومعروف جدا جدا في أبحاثه القيمة وكتبه والحاجات دي كلها. تمام، فهو طبعا نشر أشياء كتيرة، بتلاقيها عنده منشورات كتيرة هنا. هبقى أسيب الموقع اللي يحب يدخل ويترجم للغة العربية ويبتدي يتعلم الأشياء دي. تمام، احنا النهاردة بندرس القوانين الطبيعية التي تحكم الكون وفقا لفيزياء الكم والميتافيزيكا، ونبدأ على طول. تمام، الكون تحكمه القوانين الطبيعية، وأنت موجود في الكون، وأنا وأنت طبعا. لذلك حتى لو كنت لا تعرف ذلك، لا تصدقه أو لا تقبله، فهذه القوانين تحكم حياتنا حياتك، وإذا كنت تعيش ضد هذه القوانين فإن حياتك تصبح أكثر صعوبة وألما. لذلك إذا كنت تريد أن تجد السعادة الكاملة وتتطور، فمن المهم أن تتعلم عنها. في المدرسة الثانوية درسنا قانون الجاذبية وقانون العمل ورد الفعل، لكل فعل رد فعل بسبب له في القوة ومضاد له في الاتجاه، والذي بشر به يسوع المسيح في الكتاب المقدس على أنه البذر والحصاد. قال إن البذر أو الزرع بيكون اختياري، لكن الحصاد هو إجباري. يعني أنت لما تختار البذرة اللي أنت عايزها وتزرع زي ما أنت عايز، عايز تزرع فول هيطلع فول، هتحصد فول، عايز تزرع بطيخ هتحصد بطيخ، لكن ما تقدرش تزرع شيء وتحصد غيره. فما بتيجي تزرع الشر هتحصد الشر، لما تيجي تحصد الخير هتحصد الخير. فهتلاقي في القرآن الكريم: من عمل منكم مثقال ذرة خير يرى، ومن عمل منكم مثقال ذرة شر يرى، وهكذا. هتلاقي في أحاديث: من زنى يزنى ولو بعد حين، ومن قتل يقتل ولو بعد حين، وهكذا. فده قانون بيسري على الجميع، موجود في ديانات كتيرة جدا جدا. قانون الحمل والحضانة الذي يقول أن كل الأشياء لها وقت يحدث، ومع ذلك نحن لا ندرس جميع القوانين ولا يعرف كل المعلمين ما الذي يتحدثون عنه. إذا علموا فهم لا يلفتون انتباه الطلاب إلى هذه النقطة. هناك 12 قانونا طبيعيا و21 قانونا فرعيا تصف الطرق التي يرتبط بها السبب والنتيجة. يمكن أيضا اعتبار القوانين الطبيعية بمثابة إرشادات للسلوكيات التي من شأنها تعزيز نمونا الجسدي والعقلي والعاطفي والروحي. هذه القوانين الكونية كلها مترابطة ومؤسسة على فهم أن كل شيء في الكون هو طاقة، بما في ذلك نحن، وإن الطاقة تتحرك بطريقة دائرية على المستوى المجهري. نحن كتلة دوارة من الإلكترونات التي تدور بسرعة وذرات ناشطة. في الواقع يتكون كل شيء في الكون
من الطاقة يرتبط ارتباطا وثيقيا بهذا البحر من الإلكترونات الدوارة. دكتور نادر باتو كان برضو بيدرس الموضوع ده، بيقول ان احنا كل شيء بيدور في شكل حلزوني اللي بيسميها الحلزونات. فالمادة المادة لا توجد، لانك انت لو دخلت داخل كل جزء من المادة كل جزيء هتلاقيه طاقة، طاقة الكترونات وبروتونات، وبتلف كلها بشكل دقيق جدا جدا، وده بيتكون منه كل ما نراه وكل ما لا نراه. واخد بالك؟ بيصف برضو افكارنا، مشاعرنا، كلماتنا وافعالنا كلها اشكال من الطاقة. يعني حتى الافكار اللي انت بتفكر فيها، المشاعر، الكلمات، الافعال، كلها اشكال من الطاقة. ما نفكر فيه ونشعر به ونقوله ونفعله في كل لحظة يعود إلينا لخلق واقعنا. تتحرك الطاقة في دائرة فتتأرجح ذهابا وإيابا. إن الجمع بين أفكار ومشاعر وكلمات وأفعال كل شخص على هذا الكوكب يخلق ما نسميه وعينا الجمعي، الوعي الجمعي، ويخلق العالم الذي نراه أمامنا. شوف الخطورة دي. الخبر السار هو إنه بما أن أفكارنا ومشاعرنا وكلماتنا وأفعالنا تخلق العالم من حولنا، فلدينا القوة لخلق عالم يسوده السلام والوئام والوفرة. للقيام بذلك من الضروري أن نتعلم التحكم في أفكارنا وعواطفنا. يساعدنا فهم القوانين الطبيعية للكون على القيام بذلك وفقا هنشوف اسم الدكاترة تحت هنا اهو، إيميت جوزماني PhD في فيزياء الكم، فيزياء كوانتيكال يعني فيزياء كم، وفريتا جو كابرا ايضا PhD دكتوراه في الفيزياء. الاثنين دول اللي هم اصحاب البحث اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، تمام؟ واحد متخصص في الفيزياء الكم والاخر متخصص في الكيمياء PhD يعني دكتور جامعي، اوكي. وفقا لإيميت جوزماني دكتوراه في فيزياء الكم وفريد جوت كابرا دكتوراه في الفيزياء، يتم تقديم 12 قانونا كونيا رئيسية يعني و21 قانونا فرعيا من وجهة نظر التحليل الأحدث والدقيق لعلم الميتافيزيقا وفيزياء الكم، أوكي؟ نشوف بقى مع بعض القوانين دي. في هذا الموضوع سنرى 12 قانونا رئيسيا و21 قانونا فرعيا طبيعيا تحكم الكون. لذلك انا حطيت حتى صورة جيمس ويب اللي هو التلسكوب الجديد، من خلاله احنا هنتعرف على الكون بطريقة لم يسبق لها مثيل، ونشوف مدى ضخامة هذا الكون واحتمالات وجود الكائنات. احنا طبعا واثقين كارواحيين لوجود الكائنات في كل مكان، الكون مليان ناس يعني وحيوانات ونباتات وكل شيء، والقوانين اللي بتحكم كل الأجرام دي والتفجير وعملية التدمير وعملية الإنشاء الجديد وهكذا، كل ده أيضا ألين كارداك اتكلم عنه من 160 سنة في كتاب الأرواح. فبعد ما ندرس هنا من علم الفيزياء والفيزياء الكم هندرس مع بعض قانون من كتاب الأرواح، وفي قوانين غير موجودة هنا منها قانون العبادة مثلا، تمام؟ فأول قانون بيتكلم عليه هو القوانين العالمية الـ 12، قانون الوحدة. قانون الوحدة يساعد هذا القانون على فهم أننا نعيش في عالم يرتبط في كل شيء بكل شيء آخر. وهنا لما يقول عالم لا يقصد فقط كوكب الأرض، بيقصد الكون بأكمله، إن كل الكون ده عبارة عن وحدة واحدة. أي شيء بيؤثر في أي شيء، أي شيء أنت يحدث في مكان بيؤثر على أي مكان آخر، زي بيعمل دوامة من الإيه
التأثيرات، زي ما احنا بنقول ايه تأثير الفراشة. يساعد هذا القانون على فهم اننا نعيش في عالم يرتبط فيه كل شيء بكل شيء اخر. كما نقول نقوم به، نقول نفكر ونؤمن يؤثر، نقول ما نفكر فيه ونؤمن به يؤثر على الآخرين في الكون من حولنا. كل واحد منا متصل على مستوى اللاواعي الجماعي في أعماق الذات العليا. نحن جميعا جزء من مصدر عظيم للطاقة يدعى الله باللغة العربية، ولأننا جزء من الله فنحن الله. يعني وفقا لهذه النظرية اللي هي قانون وحدة الكون بما فيه الإله نفسه، فإحنا بيعتبر الله داخلنا خارجنا، عندنا القوة الرهيبة إن إحنا ممكن نؤثر على الكون، نؤثر على حياتنا اللي إحنا عايشينها باختيارنا. كل ما إحنا بنفكر في الحروب وفي الأنانية وفي الاعتداء على الآخرين وكل ده، فهيجذب إلينا أشياء شريرة تخلينا الكل يعاني. حتى لو أنت كنت شخص طيب هتعاني وسط الإيه المشادات الفكرية الغريبة دي. ولأننا جزء من الله فنحن الله، وفقا لهذه نظرية الوحدة. يعني إن هدف المصدر هو تحريك الطاقة للأمام لخلق المزيد من الطاقة، وبالتالي فإن الحياة في وئام، كل واحد منا يزيد من معدل الاهتزاز لدينا ويكثف اهتزاز المصدر بأكمله. عندما نكون في حالة تنافر فإننا نخفض اهتزاز كل المصادر، لأننا واحد جزء من الدايع. كل ما تفكر فيه وتقول وتفعله يؤثر على أي شخص آخر، على كل الأشخاص. كلما أعطيت أكثر، كلما حصلت على المزيد، كلما ساعدت الآخرين، كلما ساعدت نفسك أكثر. فقط في البعد الثالث اللي احنا فيه ده أو المستوى المادي نشعر بالانفصال. كلما زاد قبولك لنفسك والآخرين، كل التحيز والعنصرية ورهاب الجنس الآخر ورهاب المثلية الجنسية وكراهية الأجانب في الهويات الخاطئة، وكلما اقتربت من الوحدة الإلهية. يعني وإحنا متصلين بالجسد بتلاقينا عندنا الأنانية، عندنا العنصرية، بنمارس الأشياء الغريبة دي، لكن لما نيجي ننفصل عن الجسد بنلاقي نفسنا جزء من هذه الوحدة. مش معنى الاندماج الكامل، معناها ان احنا بنعيش في نوع من الهارمونية وبننشئ مع بعض الفكر الجامعي ده، بحيث ان احنا نعيش في مجتمع يسود الوئام والسلام والمحبة. ولو فهمنا احنا في كوكب الارض القوانين دي هنبتدي نعيش بطريقة سلام، بنقدر نعيش بطريقة أحسن كتير جدا. الروحانية لا تعني أن تكون شيئا ما، بل هي أن تكون مدركا ويقظا وحاضرا للحظة الآن الوحدانية. كلنا واحد، وما نفعله بالآخر نفعله بأنفسنا، وما نفعله بالآخر نفعله بأنفسنا. ولكن حاول أن تكون مدركا ومنتبها وحاضرا في الوقت الحالي إلى الآن الوحدانية. كلنا واحد، وأنا نفعله بالآخر نفعله بأنفسنا. ولكن حاول أن نكون مدركا. دي متكرر، التكست ده متكرر 3 مرات للأسف. ما نفعله بالآخر نفعله بأنفسنا. أوكي. الثاني قانون اسمه قانون الاهتزاز أو الترددات، قانون الترددات، كل اللي هي الموجات الإلكترومغناطيسية. كل شيء بنفكر فيه بنفعله بنقوم به بيولد موجات إلكترومغناطيسية اللي هي اسمها التردد. الناس بتسميها الذبذبات، فيها أشياء كتيرة جدا. قانون الاهتزاز أو الرنين هو أساس المظهر، التجسد والإدراك.
كل ما هو موجود في حركة مستمرة. نحن بواعث الاهتزاز وأجهزة الاستقبال، كل شيء طاقة متحركة اهتزاز. يقول العلم أن على المستوى دون الذري وقبل الذري من الواضح أن المادة الصلبة لا توجد على هذا النحو، والموجود هو مجال طاقة كمي ضخم حيث يرتبط الجميع بالكل. لذلك فإن الفصل الظاهر للعالم المادي غير موجود. من وجهة نظر علمية في هذا المجال الكم الذي نعيش فيه، نجذب إلينا الأشخاص والأشياء والحقائق الموجودة في نفس النطاق الاهتزازي مثلنا، بتجذب زي ما بالطريقة اللي انت عليها. ما نرسله يعود إلينا، القدر هو النتيجة المباشرة لطاقات كل فرد، ولا شيء يحدث بالصدفة. لذلك يجب أن نكرس أنفسنا لرفع اهتزازنا من خلال التأمل والصلاة والامتنان والمغفرة واللطف، التهدئة الداخلية والانفصال. إذا أرسلت الحب إلى العالم فسوف يعيدك في شكل الصحة، يعيد إليك يعني في شكل الصحة والازدهار والسلام والسعادة. ينص هذا القانون على أن كل شيء في الكون يتحرك ويهتز ويسافر في أنماط دائرية. تنطبق نفس مبادئ الاهتزاز في العالم المادي على أفكارنا ومشاعرنا ورغباتنا في العالم الأثيري. كل صوت شيء وحتى الفكر له تردد اهتزازي خاص به فريد في حد ذاته، يعمل الكون بأكمله على نفس مبدأ الطاقة الاهتزازية. عندما اكتشف أينشتاين أن المادة كانت طاقة، فتح الباب أمام اندماج العلم والميتافيزيقا، وأثبت العلماء أن الطاقة لا يمكن أن تموت أن تفنى، ويمكن أن تتحول فقط. الطاقة لا تفنى إنما هي تتحول، والمادة أيضا اللي احنا إن المادة طاقة أيضا، وبحكم طبيعتها يجب أن تتقدم الطاقة إلى الأمام أو الخلف، ولا يمكنها الوقوف ساكنة، لأن القيام بذلك يؤدي إلى الركود إلى التحول. أنت طاقة، بشرتك التي تبدو صلبة هي في الوقت تريليونات من الجزيئات تتحرك بسرعة في المدار واحدة بجانب الأخرى بمعدل اهتزاز معين. معدل الحياة الجسدية التي اكتسبتها كنتيجة لمدى تناغمك أو عدم تناسقك كنت تعيش في حياتك هذه اللحظة في الوقت المناسب. عندما تكون متناغما في الحياة كلها ستكون قد وصلت إلى أعلى معدل اهتزاز. الناس بقى اللي بتؤمن بالطاقة يعني طلع نقبهم على فشوش، ما فيش حاجة اسمها مادة، كل شيء طاقة، كل شيء بالاهتزاز. الأسير حسب طريقة الاهتزاز بيتحول إلى العناصر اللي احنا بنعرفها، وفي عناصر لا نعرفها، تحول إلى أكسجين إلى نيتروجين إلى كل شيء، كل ده عن طريق الاهتزاز. ثالث قانون اسمه قانون العمل. طبعا هنقرأ ده بسرعة، لكن بندرس في كتاب الأرواح قانون حسب القوانين الروحانية، هما 10 قوانين فقط. وبالنسبة لنا يجب تطبيق هذا القانون حتى تظهر الأشياء على المستوى المادي. بدون عمل مش هيحصل حاجة، مش هتلاقي عربيات كده بتنبت بطريقة، أو الحديد مثلا للخرسانات والحاجات دي، صناعة الطوب لتحويل المواد دي لازم يكون فيه اسمه عمل، حد لازم يعمل ده. حتى كوكبنا بطريقته بالوجود اللي احنا فيه ده حد عمله، يعني لا يمكن بدون العمل لن تظهر أي شيء كما نراه يعني في الوجود. يجب أن ننخرط في أفعالنا تدعمنا، أفكارنا وعاطفنا وكلماتنا. رابع قانون اسمه قانون المراسلات.
ينص هذا القانون على أن مبادئ أو قوانين الفيزياء التي تشرح الكون المادي، العالم المادي، الطاقة والضوء والاهتزاز والحركة لها مبادئها المقابلة في الأسير أو الكون على النحو الوارد أعلاه حتى أدناه. يعني كل شيء موجود بيكون له مقابل في الأسير. خامس قانون اسمه قانون السبب والنتيجة، أو الديانات القديمة، الديانات الأقدم يعني، فهموه قبل مننا كعالم عربي، اللي هو قانون الكارما، السبب والنتيجة، أو قانون اللي احنا نعرفه في العلم قانون ايه، لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. ينص هذا القانون على أن لا شيء يحدث بالصدفة أو خارج القوانين الكونية. كل ما تفكر فيه أو تقوله أو تفعله يعود إليك. ترسل كل فكرة أو كلمة أو فعل موجات كهرومغناطيسية إلى الكون، مما يجعلها حقيقة واقعة. كل عمل له رد فعل أو نتيجة، ونحن نحصد ما نزرعه. الكارما هي مجموعة أفعال الناس وعواقبها. في الفيزياء هذا المصطلح يعادل قانون السبب والنتيجة، الذي يقول أن لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. يعلن هذا القانون أن الكون يمنحنا الفرصة لنكون بناة أقدارنا، إحنا اللي ممكن نبني أقدارنا. نحتاج فقط إلى معرفة كيفية زراعة ما نريد حصاده. نحتاج فقط إلى معرفة كيفية زراعة ما نريد حصاده. إذا كان البذر مجانيا يكون الحصاد إلزاميا، أو إذا كان البذر اللي أنت بتبذره اختياري الحصاد إلزامي، زي ما احنا شرحنا الكلمة دي قالها يسوع المسيح من 2000 سنة. مع الانتباه إلى الآن اللحظة اللي احنا فيها، نتعلم اختيار الأفكار التي نضعها في أذهاننا. من خلال القيام بهذا نمنع الأفكار السلبية من توليد المشاعر والكلمات والأفعال التي تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. إن القيام بما نود أن يفعلوه بالآخرين هو أضمن طريقة لجعل قانون السبب والنتيجة يعمل لصالحنا. يعني أنت لو تفكر زي حب لأخيك ما تحب لنفسك، كما تفعل بتريد أن يفعل بيك، يعني فأنت المفروض تفعل كل الخير عشان دايما بتجذب لصالحك كل الخير. الذكاء ده غير كده، لما بتيجي بتعمل أنت على سرقة الآخرين، على انتهاك حقوق الآخرين، أيضا بيصير مجتمع من الغشاشين ومن النصابين ومن كده، وبيعود عليك، فبتلاقي نفسك قاعد في المجتمع بيسود ده، وبالتالي هيدي حقك وهتعاني جدا. كل حدث، كل فكرة، كل فعل يؤدي إلى نتيجة. على سبيل المثال، إذا قمت بالسرقة فسوف ينتهي بك الأمر إلى سرقة شيء ما، لأنك تسببت في زعزعة استقرار تناغم النظام العالمي. وبينما نظل وكلاء ومدينين لهذا الخلل في النظام العالمي الكامل، سنستمر في هذه الحلقة من البؤس والمعاناة والولادات والوفيات. لذلك سوف نتعب يوما ما من الأفعال السلبية الناشئة عن حالتنا العقلية للجهل الروحي، وسننتهي عاجلا أم آجلا إلى الاستيقاظ للقضاء على هؤلاء الأعداء غير المرقوب فيهم للروح. يعني واقعنا احنا اللي بنفعله، احنا اللي زي ما احنا بنقول احنا اللي عارفين نفسنا بنفسنا، يعني احنا اللي بنختار ان احنا نتعب الاخرين، والاخرين بالتالي بيتعبونا، وبنعيش كلنا في سراية المجانين اللي احنا شايفينها على كوكب الارض. تمام، قوانين دي مهمة جدا
ادرسها وراجع الحلقة دي مرات أخرى علشان تقدر تتمعن في القوانين دي وتطبقها وتبقى كويسة ليك يعني لنا جميعا بصراحة، لأن الإنسان واحد ارتقي بيؤثر على الآخرين. قانون العودة أو التعويض، ما تقدمه من هدية ينتهي بك الأمر بتراك المزيد. يعني أنت لما ترسل أشياء جميلة هدايا أنت بتلتقي المزيد منها. يعني ما تفعله للآخرين عاجلا أم آجلا سيعود إليك بطريقة ما، هو ده طريق العودة. نفس الفكرة الكارما، لكن هنا على الجانب الذكي، يعني كل ما تفعله للصالح بيرجع لك صالح وده شيء جميل. كلما زاد الحب الذي تمنحه للآخرين كلما حصلت على المزيد في المقابل. هذا القانون هو قانون السبب والنتيجة المطبق على النعم بقى وعلى الوفرة التي نقدمها. كل ما انت كنت جينيروس، كل ما انت كنت كريم، كل ما انت كنت محب، كل ما هيعود عليك وعلى المجتمع كله الوفرة والمحبة وكل شيء دي. ولذلك تلاقينا احنا متخلفين في بعض الدول، لأن الناس تفكيرها تفكير الأنانية وتفكير الضحك على الآخرين وهكذا. تلاقي المجتمع كله بيعاني من نتيجة هذه القوانين. إن التأثيرات المرئية لأفعالنا تعطي لنا في الصداقات والبركات والهدايا والميراث والمال والسلع المادية المختلفة. عليك أن تمنح نفسك حتى يحول هذا العطاء الذي يمكن أن يكون من أي نوع، الاهتزازات السلبية إلى اهتزازات إيجابية. يعني كل الأشياء الإيجابية السلبية اللي أنت ممكن تعملها بتحاول تحولها إلى إيجابية، فبحياتك بتبقى جميلة، سعادة ووفرة وصحة وكل شيء جميل. كل ما كان في أنانية وظلم للغير وهكذا هيعود علينا بالمرض وبالتعب وبالقرف ومن أشياء كتير جدا. من خلال التبرع حتى بوقتك، شوف بوقتك وحبك ومالك ومعرفتك، باختصار من خلال التبرع بنفسك للآخرين فإنك تحرك طاقتك وبالتالي تجذب الرخاء. فاكرين قانون الجذب، لكن من خلال إيه؟ العمل، مش مجرد التفكير، من الإعطاء لمساعدة الآخرين. هناك أشخاص يفرضون في رحلتهم حواجز وقيود على رغباتهم، ولكن بغض النظر عن حجم أحلامك فإن الكون لا يرى حدودا، ما تحلم به هو ما سيتحقق. بغض النظر عما إذا كنت شيئا صغيرا جدا أو كبيرا للغاية، في الوقت الحاضر تعد معرفة كيفية اختيار ما تريد حق هدية، لأن العالم المادي يصرف انتباهنا طوال الوقت، ومن الصعب مقاومة كل النداءات الإعلانية التي تجعلنا نبتعد عن أفكارنا ورغباتنا الأصلية. كل ما نشوف إعلانات بقى خلينا نخرج من التخطيط الأساسي لنا يعني، والتي هي ارتباطنا به مزود للطاقة. ولكن من خلال التفكير الجيد في من أنت حقا وإلى أين تريد أن تذهب، يصبح من الأسهل إنشاء هدف، لأن العالم المادي يصرف انتباهنا طوال الوقت ويصعب مقاومة كل الجاذبية الإعلانية التي تجعلنا نبتعد عن أفكارنا ورغباتنا الأصلية والتي هي ارتباطنا بمصدر الطاقة. وده باين، ولكن من خلال التفكير الجيد من أنت حقا ولا أين تريد أن تسبح، ده نفس الباراجراف اللي احنا قبل كده يعني.
من خلال التفكير الجيد من أن تحقق أن تذهب يصبح من الأسهل إنشاء هدف. ساعات في الترجمة بيحدث الكلام ده. رقم 7 قانون الجذب اللي انتوا سمعتوا عنه فيلم The Secret، السر. قانون الجذب يوضح هذا القانون كيف نخلق الأشياء والأحداث والأشخاص الذين يدخلون حياتنا. خد بالك كيف نخلق نحن، تنتج أفكارنا ومشاعرنا وكلماتنا وأفعالنا طاقات تجذب بدورها طاقات مماثلة. الطاقات السلبية تجذب طاقات سلبية والطاقات الإيجابية تجذب الطاقات الإيجابية. إذا كنت تحتز بتردد منخفض مثل اللامبالاة أو الحزن أو الخوف أو الكراهية، فإنك ستجذب الأشياء والأحداث السلبية والأشخاص السلبيين أيضا. إذا كنت تهتز بتردد عالي مثل الحب والفرح والسلام، فإنك تجذب الأشياء الإيجابية والأحداث والأشخاص. لما احنا بنقول تهتز بتفكيرك، بتفكر في أشياء كويسة، عندك الإيه؟ حب الحياة والحاجات دي، تلاقي الناس اللي على نفس الترددات بتاعتك بتحب تقعد جنبك. يقول لك الإنسان عنده أمل في الحياة، ده بيديني طاقة كويسة. والإنسان الغم الناس بتبعد عنه، أو بيقعد معاه واحد غم زيه فبيقعدوا يعيطوا مع بعض يعني. والتي يمكن تؤثر على البيئة التي تعيش فيها وتؤثر على الأشخاص من حولك. حيث تضع انتباهك تتدفق طاقتك، أنت تجذب ما أنت عليه وما تركز عليه. إذا كنت سلبيا فأنت تأخذ تجارب سلبية، إذا كنت في حالة حب أنت تحتضن الحب وتختبره. يمكنك أن تجذب لنفسك فقط الصفات التي تمتلكها. لذلك إذا كنت تريد السلام والوئام في حياتك، يجب أن تصبح مسالما ومتناغما. الكون يريد لك ما تريده لنفسك، يحترم ضميرك، أنت تجذب ما تنقله، يعيد الكون إليك ما تدعو من تركيزك، انتباهك، كلماتك، مشاعرك، طاقتك. إنه لا يحلل ما إذا كان ذلك جيدا أم سيئا. الكون مش هيقعد يقول لك ده جيد هبعت له جيد، ده سيء هبعت له سيء، وبيبعت اللي أنت بتبعته. يعني بيرسل لك بيرجع لك اللي انت اعطيته يعني. انه ببساطة يحترم تركيزك وارادتك الحرة وخيارك ويعود اليك، بيحترم اللي انت اخترته ويرجع لك. انت تجذب ما تنكره، يعيد متكررة برضو دي، يعيد ما كان ذلك جيدا امسيا. ببساطة يحترم تركيزك وخيارك ويعيده إليك. قانون رقم 8 اسمه قانون التحول الدائم للطاقة. ينقص هذا القانون على أن جميع الناس لديهم القدرة في داخلهم على تغيير الظروف في حياتهم. شوف القانون ده، تستهلك الاهتزازات الأعلى وتحول الذبذبات السفلية. لذلك يمكن لكل منا تغيير الطاقات في حياتنا من خلال فهم القوانين العالمية وتطبيق المبادئ بطريقة لإحداث التغيير. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واخد بالك؟ إحنا اللي ممكن نغير كل اللي احنا موجودين فيه. ممكن تغير بلدك، تخيل لو البلد اختارت مثلا ان هي تتخلص من البيروقراطيه، بحيث ما تروح تستخرج مستند يكون بطريقه سهله والموظفين بيتعاونوا معاك وكل شيء واضح وبسيط وسهل وتعمله على طريق النت، او يحدث كما في مصر لما تيجي تطلع مستند لازم تطلع عين اهلك عشان تستخرج شهادة ميلاد أو شهادة وفاة. يطلع روحك بجد يعني، ويعاني الجميع. فإحنا اللي ممكن نغير هذا الكلام لو إحنا اتفقنا مع بعض، أو إحنا نفضل نعاني لحد ما نفهم.
واخد بالك؟ قانون رقم 9، قانون النسبية. قانون النسبية ينص هذا القانون على أن كل شخص سوف يتلقى سلسلة من المشاكل أو التناقضات لغرض تقوية الضوء الداخلي. أنت هتستلم جزء بعض المشاكل وبعض عشان تواجهها وتستخرج هذا، تكتشف بقى إيه هذا الضوء الخارجي. بدل ما أنت بتعيش حياة كلها بدون ملح وفلفل، فبتجيلك بعض التناقضات بعض المشاكل حيث انك تتغلب عليها وتخرج قوي ويخرج الضوء من داخلك. يجب ان نعتبر كل من هذه التناقضات تحديا، وان نبقى على اتصال بقلبنا عندما نواصل حل المشكلات. يعلمنا هذا القانون ايضا ان نقارن مشاكلنا بمشاكل الاخرين، وأن نضع كل شيء في منظورها الصحيح بغض النظر عن مدى إدراكنا لموقفنا. فهناك دائما شخص أسوأ حالا، كل شيء نسبي. يعني احمد ربنا اللي بيحصل معاك، واجه مشاكلك، تعامل مع كل شيء بهدوء. واخد بالك؟ في ناس يعني خدوا امتحانات أكبر كتير جدا منك يعني. فأنت واجه كل شيء بتحدي، بقوة، بصلابة، وبهدوء، بدون هلع وبدون حزن زايد عن اللزوم وكده، وكل شيء بيعدي يعني. رقم 10، قانون اسمه القطبية. قانون القطبية يشير هذا القانون إلى أن كل شيء هو سلسلة متصلة ولها نقيض. في هذا البعد الذي نعيش فيه كل شيء مزدوج، كل شيء مزدوج. الأضداد، بيقول عليه قانون الضاد، الأضداد متطابقة في طبيعتها، خير وشر، أبيض أسود، ذكر أنثى، لكنها مختلفة في الدرجة. يمكن التوفيق بين جميع المفارقات. كل شيء له قطبية إيجابية وسلبية، زي المغناطيس كده، أنثوية وذكورية، فاتحة وداكنة. من الضروري العيش في توازن بين القطبين. يمكنك قمع وتحويل الأفكار غير المرغوب فيها من خلال التركيز على القطب المعاكس. إنه قانون الاهتزازات العقلية، قانون القطبية. قانون اللي وراه رقم 11، قانون الجنس. يشير هذا القانون أن كل شيء له مبدأ المؤنث الين والمذكر اليانج. ين يانج دول اليابانيين اللي عندهم الاسم ده، المذكر والمؤنث، وأن هذين هما أساس كل الخليقة. يجب أن نوازن بين الطاقات الذكورية والأنثوية داخل أنفسنا، أو لنصبح مبدعين مشاركين حقيقيين. الذكوري اللي بيفكر فقط بيعيش بالقوة العضلية والفرعنة والكده، ما بيعرفش بقى الحنان والرحمة والرقة اللي بتتمتع بيها المرأة عادة، لأن في حريم برضو بيبقوا أقوى، من عندهم القوة الذكورية أكتر من الإنسوية. القانون آخر قانون بقى رقم 12، قانون الحمل الإيقاع. ينص هذا القانون على أن كل شيء يهتز ويتحرك في إيقاعات معينة. تحدد هذه الإيقاعات المواسم والدورات ومراحل التطور والأنماط. تعكس كل دورة انتظام الكون. يعرف المعلمون كيفية التغلب على الأجزاء السلبية من الدورة عن طريق عدم خلق الكثير من التوقعات أو السماح للأشياء السلبية بالدخول إلى وعيهم. القوانين الفرعية بقى 21 هندرسهم مع بعض على السريع.
عدى معانا 40 دقيقة، هقراهم، هتبقى الحلقة طويلة، لكن اللي مش قادر يشوفها يرجع مرات كده علشان يفهم القوانين اهي. نقراهم لك اهو مجانا، ما تخافش يعني. قانون الطاقة فرعي، كما ذكر الفيزيائيون وخاصة علماء الفيزياء الكمومية، كل شيء في الكون هو طاقة، وكل الطاقة اهتزاز، فقط في الاهتزاز يختلف كل شيء عن كل كائن. نظرية الأوتار في الكون، الطاقة لا تخلق ولا تضيع، إنها تتحول فقط. فاكر أنت لا إيه؟ لا تفنى ولا تخلق من عدم، إنها تتحول فقط. هذا ينطبق على كل شيء بما في ذلك الوعي. تؤدي الاختلافات في الاهتزاز إلى تغيير خصائص الأشياء بطرق تبدو مختلفة عن إدراكنا المحدود. بهذه الطريقة من الواضح أن هناك أشكال من الطاقة لا يتم ملاحظتها من خلال إدراكنا المحدود، ولكن بالطبع تستمر في الوجود، على سبيل المثال الأشعة فوق البنفسجية والكهرباء. بهذه الطريقة قد لا تكون أشكال الكائنات والأشياء مرئية بشكل واضح، لكنها موجودة ونحن لا نستطيع أن نراها، لكن يمكننا أن نشعر بها. تشعر بالكهرباء بالأشعة، لكن لا تراها بالعين المجردة أو تحس بها كجماد يعني. قانون الآن والخلود في الواقع، الوقت غير محدود. هذه الفكرة هي اتفاقية اجتماعية، ما نفكر فيه على إنه وقت قد صاغه الفيزيائيون فيما يتعلق بالحركات الدورية لجسم نسبي زي تحرك كوكب الأرض. إذا ابتعدنا عن سطح الأرض ولم نستطع مراقبة الشمس أو القمر، فسوف نفقد مفهوم الوقت هذا، 24 ساعة بتاعنا. الماضي والمستقبل لهم في الواقع فقط في بناياتها العقلية. لا يمكنك فعل أي شيء بالأمس أو غدا، لأنه لا يوجد سوى الآن. كل شيء الآن، الماضي، الحاضر، اللي أنت بتقدر تفعله الآن، مفيش بقى بعدين يعني. ثالث قانون فرعي، قانون التناغم في الكون. في الكون يحاول كل شيء تحقيق التوازن والانسجام، يحاول كل شيء تحقيق التوازن والانسجام. انظر إلى حالة الطبيعة وكوكب الأرض والكون المعروف بأكمله. هذا المستوى المادي هو انعكاس للمستوى النجمي. كل شيء موجود هنا موجود هناك. هنا فقط هو انعكاس منحرف ومؤقت وخادع. هناك كل شيء مطلق في المستوى الروحاني، أبدي كامل، مليء باللذة، مليء بالمعرفة والنشوة. بعد ما احنا في مرحلة اللي احنا بنسميها الموت او الانفصال عن الجسد، بنذهب الى هذا المكان الجميل، وبنعرف ان هنا نسخة قبيحة من اللي موجود بعالم الارواح. هنا نحن مثل السمكة خارج الماء، يعني مكان الحقيقة عالم الارواح، مش هنا العلم. الانسجام هو التوازن المحتمل. إذا رميت حجرا في بحيرة فأنت تزعج انسجام هذه البحيرة، فأنت السبب، والنتيجة هي البقع والتموجات التي تتدفق للخارج والعودة حتى يتم استعادة الانسجام. بعد كل شيء، بعد ارمي حجر كده هيعمل الانزعاج وبعدين يعود للانسجام مرة أخرى، وبالتالي تتدفق أفعالك غير متناغمة إلى الكون وراء فوقك حتى يتم استعادة الانسجام الخاص بك في النهاية. قانون التناغم. رقم 4، قانون التقارب المغناطيسي. المثل يجذب المثل. في كل مرة ترسل فيها طاقات جيدة أو سيئة إلى الكون، فإنك تكتسب طاقات ممثلة لطاقاتك. أنت مسؤول عن كل ما يحدث من حولك بما في ذلك الحوادث، حيث أن الاهتزازات تكون على نفس التردد.
لا شيء يحدث بالصدفة، هناك تقاربات تشرح الأغراض والنتائج وفقا لمستوى وعينا. باختيار وقت ما ووقت ما ووقت ومكان ولادتك تكون قد حددت الطبيعة أو الآثار التي ستختبرها في حياتك. يعني مجرد أنت حددت مكان ميلادك وتاريخ ميلادك ده هيؤثر عليك، وأنت هتؤثر على المكان اللي هتتولد فيه والأسرة والمجتمع والدين و نهاية أخرى، قبل أن نولد نتخذ قرارات بشأن وقت الحياة الذي ندخلها أو التي ندخلها. لقد اخترت والديك والأشخاص الآخرين للتفاعل معك والتكوينات الفلكية لميلادك التي تحدد شخصيتك وقدراتك وقيودك. قانون التقارب المغناطيسي. رقم 5، قانون فرعي، قانون التطور، التقدم والغرض. إن تطور الكون والحياة لا يحدث بالصدفة، هناك هدف وكل شيء يتم تنظيمه بطريقة ذكية بشكل مذهل بواسطة الوعي الأسمى. التطور البشري نحو توسيع الوعي أي الذكاء والقوة الإبداعية وإظهار الخيرات المواتية للمجتمع بأسره. كل شخص على الأرض يشترك في هذا، في هدف التطور إدراكا أم لا، سواء تدرك هذا أم لا. نحن في هذا العالم المادي لأننا نريد أن نتطور. لماذا اتولدنا؟ لماذا خلقنا؟ لأننا نريد أن نتطور. نحن نرفع قبل كل شيء مشاعرنا القائمة على الخوف، وفي القيام بذلك نتعلم التعبير عن الحب غير المشروط الذي يزيد من معدل الاهتزاز لدينا، مما يقربنا من حالة الانسجام. حتى عندما تشعر أننا لا نحرز تقدما فإننا نحرز تقدما. نتعلم من آلام أفعالنا غير المنسجمة التي يمكن اعتبارها أخطاؤنا أو إخفاقاتنا. دارما هي الهدف التطوري الذي اخترناه لحياتنا في الكارما والدارما، وهي الهدف التطوري الذي اخترناه لحياتنا. كلما احترمنا قانون الكارما واتفقنا معه، كلما ارتقينا وتجاوزنا الكارما وأصبحنا أكثر وعيا بدارما الخاصة بنا. وما ولدنا لنختبره إن تطور الوعي الأسمى هو نحو حكمة المحبة. نحن جسيمات ذرية للوعي الأسمى، نحن امتداد لمصدر الطاقة، لدينا نفس الصفات الأساسية له فقط بكميات متناهية الصغر. لدينا ارتباط عميق مع مصدر الطاقة، مع الخالق عز وجل. نحن جزء لا يتجزأ من الوعي الأسمى الذي هو السبب المعرفة الكاملة والنعيم الحقيقي، سبب كل الأسباب. كلما ارتقينا بالكارما وتجاوزناها، كلما أصبحنا أكثر وعيا بدارما الخاصة بنا. والجزء ده متكرر ماشي، وسبب المعرفة الحقيقية والنعيم الحقيقي سبب كل الأسباب. رقم 6، قانون الإرادة الحرة. أنت مخير ولا مسير؟ نحن مخيرين. قانون الإرادة الحرة، وإلا نتحاسب إزاي لو إحنا مسيرين؟ مينفعش. نحن مسؤولون عن ما نخلقه تماما بمواقفنا، وهذا نسميه الإرادة الحرة. لديك الحرية في الرد على الأحداث والظروف، تجاوب مع الحياة، وهكذا. من خلال تطوير الوعي الروحي سيكون هناك انفصال تدريجي عن الأشياء ونتائجها وتوقعاتها المحبطة
في كثير من الأحيان وتتعلم كيفية تنمية الأعمال الإيجابية المادية والروحية. بهذه الطريقة تقضي على العواقب غير المواتية للكارما وتخلق منظورات أكثر إيجابية للحياة المادية والروحية في وضع الخير. قانون رقم 7، قانون الحكمة. حكمة الضمير، الحكمة الداخلية، تقضي على الجهل وعواقبه السلبية. على سبيل المثال، من خلال تعلم التعامل مع الأشياء المختلفة في حياة بالحب والوعي والتفاني، يمكننا التغلب على صعوباتنا اليومية. تتعامل بحكمة مستوحاة دائما من المعرفة الفائقة للعلم الروحي، والتي تخبرنا بوضوح إننا كائنات روحية، وإننا جئنا إلى هذا العالم المادي لتوسيع الوعي. لذلك من غير الحكمة تكريس كل وقتنا تقريبا للعالم المادي. لسوء الحظ يبدو أننا نتعلم من خلال الألم، من خلال التجربة المباشرة لعواقب أفعالنا. عندما تأخذ من الآخرين بجشع بدلا من التعلم من خلال الحكمة والحب إن هذا خطأ، عليك أن تجرب الآخرين بجشع يأخذون منك لاحقا. يعني أنت لو تعاملت بجشع وسرقته وعملته وعملت فتوة، هيجي وقت هتتعرض لهذه الآلام وهتحس بيه اللي هم حسوا بيه. لو أنت تعاملت بقى بحكمة وبرحمة وبحنان مش هتعاني لا في الحياة دي ولا في الحياة القادمة. رقم 8، قانون النية والمظهر. كل شيء يبدأ بفكرة، فكرة تعويذة أي بالفعل، وكلما كان أقوى وأكثر تكرارا كلما ظهر بشكل أسرع يتجسد ويدرك. من خلال الميكانيكا المادية أو الروحية للمغناطة، القوة الإبداعية للعقل والذكاء هي هدايا فطرية أو مكتسبة يمكن العمل بها من خلال ممارسة التأمل واليوجا، بحيث يمكنك الارتقاء إلى مستوى أعلى وفهم قيود وعيوب حواسك المادية. الطريقة العلمية والفلسفية لتحقيق الذات هي الطريقة التي نطهر بها وعينا ونمنح المزيد من التلوث ونصل إلى حالة الكمال. نمنع المزيد من التلوث ونصل إلى حالة الكمال. نحن نفكر ونتصرف. الفكر قوة خلاقة. العقل البشري هو شرارة للعقل الإلهي اللامتناهي. اصطف مع المصدر العالمي من خلال التأمل والصلاة، وكلما طالت مدة بقاء الفكر النقي في العقل زادت قوة النتيجة. تعمل النية الأعمال بالنيات على تغيير الواقع من خلال تعزيز تجسيد وتحقيق لما نرغب فيه. بالطبع يجب أن تكون نيتنا عالية وأن نهدف إلى تحقيق أعلى فائدة لجميع المعنيين. كل مظهر يبدأ بفكرة. الأفكار والخبرات تخلق المعتقدات التي بدورها تخلق واقعك. إذا لم تكن راضيا عن واقعك الحالي فيجب عليك تغيير معتقداتك وسلوكك. يمكن تغيير معتقدات عندما تتعرف على المعتقدات التي لا تعمل من أجلك، وابدأ في برمجة ما سيخلق النجاح والانسجام في حياتك. القوة الإبداعية غير المحدودة لعقلك من خلال التفاني والوعي والتدريب، يمكن أن تكون الحكمة لتطورك ضمن القوانين المادية والروحية. يمكنك إظهار أي واقع ترغب في تجربته. فيما يتعلق بتغيير سلوكك، يجب أن تقرر أي سلوك غير منسجم تريد التخلص منه. لذا كن مدركا أنك لست مضطرا لتغيير ما تشعر به، هي الشيء يؤثر عليك. يجب أن تكون على استعداد لتغيير ما تفعله. مهم دي.
قانون رقم 9، قانون الوفرة. نكون ربنا يبارك لك كده، نخلق الواقع الذي نريده وفقا لمصالحنا، أو بالأحرى نرى الواقع الذي نريده. لكن الحقيقة هي أن الكون وفير بلا حدود، كل البشر يمتلكون في داخلهم كل الإمكانيات لجعل حياتهم جنة من السعادة الهائلة. ومع ذلك فإن عمومية الجنس البشري المنغمسة في الجهل تختار العيش على كوكب الندرة بدل الوفرة، وبالتالي تخلق واقعه الوهمي. على الرغم من أن معظم الناس ينظرون إلى العالم على أنه عالم من الندرة، إلا أننا نعيش في عالم الوفرة. إذا اخترت قبول ما هو حقك الإلهي ستتمتع بحياة وفيرة، إنك تمتلك كل ما تحتاجه في داخلك. من الضروري أن تجعل حياتك الأرضية فردوسا جنة. قانون رقم 10 فرعي، قانون الإيمان. لجذب وإظهار ما نريد، أي الإيمان لجذب ما وإظهار ما نريد، أي لخلق الواقع كما نريده، من الضروري أن نؤمن بقناعة ويقين. بعبارة أخرى يتطلب الأمر إيمانا. فكرة أن الإيمان يتعلق فقط بتجربتنا الدينية هي فكرة خاطئة. هذا خطأ، فالإيمان ليس شيئا مخلوقا أو مستخدما في الدين فقط. الإيمان هو ملكة العقل، إنه نهج عقلي. الخوف على سبيل المثال هو إيمان غير مشروط. رقم 11 قانون الامتنان، الشكر. إن تقديم الشكر على حقائق الحياة البسيطة وعلى ما لديك حتى لو كان لديك القليل هو سر تحقيق الأحلام. أشكر ربنا على كل شيء. إن الشعور بالامتنان يتوافق مع اهتزازات الكون، ولدي القدرة على إعادة إنتاج جميع الأشياء الجيدة الموجودة على المستوى النجمي على المستوى المادي. كلما شعرت بالامتنان أكثر كلما تلقيت المزيد، حيث سيتبادل الكون اهتزاز شعورك. هذا قانون ثابت، كن ممتنا لجميع الأشخاص والأشياء والحقائق. رقم 12 قانون التجرد. من المفهوم أنه لا يوجد شيء يخصنا، تتجرد من كل شيء مش عايز. من المفهوم أنه لا يوجد شيء يخصنا ولا حتى أفراد عائلتنا، الأطفال، الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأشقاء، الأصدقاء، الحيوانات الأليفة والسلع المادية. في الواقع في النهاية هتلاقي نفسك صديق للجميع. مفيش بقى ده ملكي، حكاية الملكية دي. كل شيء يزول في حياتنا بما في ذلك جسدنا المادي. يجب أن نحب ونكون حاضرين في كل شيء من حولنا، لكن يجب أن ندرك بحكمة حب الانفصال. هننفصل. الحب هو أن نكون حاضرين لكننا مدركين للقوانين الكونية، لذلك لا نخزن أنفسنا عاطفيا. المقاومة والتعلق مصدر كل معاناتنا، فقط لأننا نقاوم التعلق بالسلع المادية والأشخاص الذين يمرون عبر حياتنا، فنحن دائما غير راضيين وغير مكتملين. عندما نقبل أن كل الأشياء عابرة ومتغيرة فنكون في سلام. تنمية الوعي بأن كل شيء عابر وسريع الزوال يمكننا أن نكون سعداء بسهولة أكبر. مقاومتك لما أنت عليه تجعلك تعاني. وعبارة أخرى، إن مقاومتك لما أنت عليه تؤدي إلى كل شيء لا يعمل في حياتك. مشاكل العلاقات، فقدان الأحباء، الوحدة، المرض، الحوادث، الشعور بالذنب، الضائقة المالية، الرغبات غير محققة وما إلى ذلك. عندما تقبل ما هو فإنك تقبل الحقائق التي لا تتغير في حياتك دون مقاومتها. بعض الأشياء هي الحقائق وهي موجودة
وبغض النظر عن مدى مقاومتك لها فلا يوجد ما يمكنك فعله بها غير ما يمكنك تغييره، لكن امتلك الحكمة لتقبل المواقف غير قابلة للتغيير كما هي. حصل معي اقبل دون إهدار الطاقة الجسدية أو العقلية في محاولة تغيير ما لا يمكن تغييره. مع القبول يأتي الانفصال التجرد. قانون 13 قوانين فرعية، القوانين التي تحكم الكون، قانون المقاومة. المقاومة ما تقاومه فأنت تفترضه بنفسك مما يديم تأثيره على حياتك. كل ما تتسارع الشيء بيظل معاك. المقاومة هي الخوف، لذا فهي شيء تحتاج إلى معالجته. ما تقاومه لعدم معرفة الحقيقة يسمى الجهل. إذا كنت تخشى الحصول على معرفة روحية فائقة فسوف تنجذب أكثر فأكثر إلى المخاوف والقلق والخلافات. إلى الآن في ناس بتفكر في عذاب قبر ومش عارف إيه، ويفضل عايش في خوف ورعب. إن التدفق مع الحياة، وليس مقاومتها، ينتج تحولا داخليا حقيقيا يفتح الباب أمام الازدهار والوفرة والسعادة. تتماشى مع الحياة، مفيش مشاكل. هذا يضمن لك التخلص من مخاوفك وقلقك واكتئابك وقلقك من خلال التعامل معها بشكل مباشر واستخدام حكمتك الداخلية لمواجهتها والتغلب على كل المقاومة. يضمن قانون المقاومة انه عند مواجهة الخوف، يضمن لما تواجه الخوف. رقم 14 القوانين الفرعية التي تحكم الكون، قانون الانعكاس. ينص هذا القانون على أن خصائصك تتوافق مع سمات أخرى تعرفها في نفسك سواء كانت إيجابية أو سلبية. ما تحبه تخافه أو تكرهه في الآخرين لديك في نفسك، والعكس صحيح. زي قانون الإسقاط اللي احنا بنسميه. في الحقيقة نحن انعكاس للآخر. لا يسقط الشخص غير الناضج على الآخر سوى الجزء الذي لا يجعله واعيا. ما تقاومه في نفسك وتخافه في الآخرين هو سبب جهلك الأساسي، وهو من أنت ومن أين أتيت وإلى أين أنت ذاهب. حقا نحن هكذا فقدون للوعي. تتعامل مع بعض فروع الطب النفسي الحديث وعلم الأعصاب وعلم النفس والتحليل النفسي مع هذا القانون، لكنها للأسف لا تدرك وتعالج سوى العلامات والأعراض السطحية، ولكن السبب الحقيقي في الجذور من خلفية اللاواعي. لذلك فقط معرفتك بنفسك وإدراكك لذاتك هي اللي هتحررك. هناك أربعة مظاهر أساسية. ما تحترمه في الآخرين تعرفه على انه موجود في داخلك. ما تقاومه وتتفاعل معه بقوة في الآخرين ستجده بالتأكيد في داخلك. ما تقاومه وتتفاعل معه في الآخرين وشيء تخشى وجوده بداخلك. ما تقاومه في نفسك لا تحبه في الآخرين. بعبارة أخرى، في هذا العالم المادي تتعلم التغلب على تأثير الخوف. ستنعكس هذه المخاوف دائما في ردود أفعالك تجاه الآخرين. لذا فإن أهدافك واضحة جدا، بمجرد أن تعرف كيفية إدراكهم. عندما تتخلى عن الخوف فإنك تفتح نفسك تلقائيا للتعبير عن الحب الغير مشروط. قانون 15 هم 21 ماشي. قانون الحب غير مشروط يوفر التعبير عن الحب، حب أو المحبة. يوفر التعبير عن الحب غير المشروط السلام والوئام. تخيل بقى لما أنت تحب كل المجتمع وكل فرد في المجتمع بيحب كل المجتمع، وبالتالي الكل بيحبك. ده بيصل إلى السلام والوئام في المجتمع كله.
الحب غير المشروط ليس حبا رومانسيا زي الحب الرومانسي، بل هو الحب الذي تقدمه دون أن تطلب أو تتوقع أي شيء في المقابل، ولذلك هو لا مشروط. إنه قبول الآخرين كما هم دون إحكام أو توقعات، إنه قبول كامل للآخرين دون محاولة تغييره باستثناء ما يخصنا. مثال إيجابي، يقول قانون الحب غير المشروط: إذا تصرفت بطريقتك للتعبير عن الحب غير المشروط فإنك تتخطى الخوف تلقائيا، الخوف تلقائيا. وعندما تتجاوز مخاوفك تفتح نفسك تلقائيا للتعبير عن الحب غير المشروط. رقم 16، قانون الغفران. الغفران لا يعني قبول وتواطؤ وتقدير السلوك العدواني للآخر. التسامح يعني أنك تمتلك هذه الفضيلة الهامة، وأنك قادر على هذا الإنجاز الاستثنائي الذي يطلق طاقة نفسية عاطفية كبيرة، والتي تبدأ في توجيهها نحو إنجازاتك لتحقيق رغباتك وأحلامك. كن ذكيا وتسامح، لا تهدر طاقتك على الأشياء الاستياء أو الأذى أو الغضب. تخلص من هذه الأفكار السامة، لأنه إذا تمسكت بها فسوف ينتهي بك الأمر بالتسبب لك في المرض والإرهاق والاكتئاب. رقم 17، قانون الجهد أو الجهد الأقل. يعيد هذا القانون تأكيد قانون المقاومة، ويدعونا إلى استخدام الفطرة السليمة والشعور الحقيقي بالقيمة في كل ما نقوم به. تدرب على القبول وتقبل الأشخاص والأشياء والأحداث كما هي وليس كما تحب أن تكون، مع العلم أن اللحظة كما ينبغي أن تكون. تحمل المسؤولية عن المواقف، لا تلوم أي شخص. آسف. كل مشكلة تجلب معها فرصة لتحويلها إلى شيء ذي فائدة هائلة. تخلى عن الحاجة للدفاع عن آرائك وإقناع الآخرين بقبولها. ابقى منفتحا على جميع وجهات النظر، لا تتمسك بأي منها. الكون أو الوعي الأسمى أو مصدر الطاقة الذي يدعى الله لا يحكم على أي شخص. الأحكام هي اختراعات بشرية لفرض الخوف وتقليل احترام الذات والسيطرة على الناس. في كل مرة تتجادل فيها أنت تسيء، تقاتل أو تتحدث بشكل سيء أو تنتقد شخصا ما، فأنت تزيد من الطاقة السلبية التي تنتهي بالجسد في الأجساد الخفية حتى تصل إلى جسمك الجسدي، مثل الأمراض والحوادث وما إلى ذلك. الصمت أفضل من التحدث، السكوت من ذهب، بكلمات سلبية. إذا لم تكن الأمور ترضيك فقم بتقييم أفكارك ومشاعرك وكلماتك وأفعالك وصححها. تقبل الأشياء كما هي، وتوقف عن إلقاء اللوم على كل شيء وعلى كل شخص، وتوقف عن إقناع الآخرين وفقا لوجهة نظرك، وسوف تقهر سعادتك بأقل جهد ممكن. فسوف تقهر عدم سعادتك. تمام. قانون رقم 18، وهو قانون الالتزام. لقد جئنا جميعا إلى العالم لتوسيع الوعي، ويمكن لشكل أعلى من الوعي أن يكون سعيدا تماما فقط عندما يشارك تلك السعادة مع جميع الكائنات الأخرى. إذا كان الآخرون يعانون أو يهتزون بتردد منخفض،
لأن عدم التوازن يزعج الجميع ويؤثر على كوكب الأرض. بوديساتفا هو مصطلح سنكسكريتي مقبول بشكل عام من قبل معظم أتباع الميتافيزيقيين اليوم، وهو يعني الشخص الذي تجاوز الحاجة إلى القدوم إلى العالم المادي، لكنه اختار العودة إلى الأرض لمساعدة الآخرين على تحقيق التنوير. يعرف بوديساتفا إنه لن يكون حرا حقا حتى نتحرر جميعا. لقد دخل معظم طلاب الميتافيزيقا الجادون مرحلة تطور النفس، يعني بوديساتفا في تطوره. رقم 19، فاضل لنا فقط 3 قوانين. رقم 19 اسمه قانون الزمالة أو الرابطة. عندما يتم الجمع بين شخصين أو أكثر من نفس الاهتزاز لغرض مشترك، فإن طاقتهم المشتركة الموجهة نحو تحقيق هذا الغرض تتضاعف أو تتضاعف 3 مرات أو 4 مرات أو أكثر حسب عدد الأشخاص. يعني عندما يجتمع شخصان أو أكثر بنفس النية العالية تكون القوة أكثر فعالية بشكل مضاعف. يمكننا أن نخلق رضا عالميا للجميع بهذه الطريقة. عندما يجتمع الآلاف من الأشخاص لنفس الغرض، إن القوة لا تحصى. تم استخدام هذا الوعي من قبل العشائر والأديان والمجموعات العلاجية ومؤخرا في التأملات حول العالم من أجل السلام العالمي. قانون رقم 20، قانون الصلاة والتأمل. هندرسه مع بعض في الروحانيات أكثر. يعني الصلاة لا تعني الشعور بالذنب أو الدونية أو المعاناة، الاستغفار لله أو تقديم الطلبات. الاستغفار من الله أو تقديم الطلبات. في المقالة كيف تصلي صلاة فعالة؟ في التنفس، لدينا نفس الحياة. صلي، خذ نفسا عميقا، ارفع شعورك بالامتنان، شكرا لك على عطية الحياة وكل ما أنت ممتن له. يعني اشكر ربنا على كل عطية جات لك، على الحياة، على أصدقائك، على معارفك، على محبتك، على أحبابك، على كل شيء. قم بإجراء اتصال من خلال توجيه نيتك بحيث يتم إرسال الطاقة الإيجابية إلى جميع الأشخاص الذين يصلون، ثم توجيه نيتك لجميع الناس والمواقف والأماكن في العالم التي تحتاج إلى الصلاة. القادة السياسيون، صلي من أجلهم. الدينيون والاجتماعيون ودور الأيتام والمصحات والمستشفيات والجمعيات الخيرية ومناطق اللاجئين والمناطق التي تشهد حربا والمناطق التي عانت من الكوارث والمآسي والسجناء، صلي من أجل كل ده. ثم وجه نيتك إلى عائلتك وأحبائك، إلى مشاريعك وأهدافك وأحلامك، الحفاظ على اهتزاز إيجابي طوال فترة الصلاة. تخيل كل شيء في سلام، في انسجام تام، بهيج، صحي، سعيد. التأمل لا يركز الفكرة على شيء ما، ولكن لا يفكر في أي شيء أو يسقط العقل حتى يتمكن من ضبط مصدر الطاقة. والاستماع إلى كيانك الداخلي والاتصال بالوعي الأسمى بالعقل الإلهي والتواصل مع المصفوفة البدائية الخاصة بك للتوافق مع الكوكب والكون. في كتابه الحب والطب والمعجزات قال دكتور بيرني سيجل ما يلي عن التأمل: لا أعرف أي نشاط واحد يساهم كثيرا في تحسين نوعية الحياة غير التأمل. أظهرت العديد من الدراسات الشيء نفسه حول التأمل.
التأمل لا يركز على الفكر على شيء ما، ولكنه لا يفكر في أي شيء أو يسكت. دي كل ده متكرر يعني. من الدراسات أظهرت العديد من الدراسات حول التأمل، التأمل هو أحسن شيء. قانون 21 آخر قانون بقى، قانون النظام الإلهي، منظومة الإلهية. إذا كنت تسعى لفهم قانون النظام الإلهي ادرس توازن الطبيعة، لأنه يعمل بنفس الطريقة، كل شيء كما ينبغي أن يكون، على الرغم من أن البشرية جشطالت طاقتنا، معرفش إيه دي على الرغم من أن البشرية بعيدة كل البعد عن تجربة إمكانها الكاملة التناغم، فلا توجد حوادث. تترجم طاقتك إلى أفكار، أو ترجمة طاقتك إلى أفكار وكلمات وعواطف وأفعال تشكل جميع تجاربك. يضمن ذلك حصولك دائما على فرص التعلم التي تحتاجها للتطور. ومثلك، فإن الأفكار الجماعية والكلمات والعواطف والأفعال البشرية تخلق البيئة لنا جميعا. إذا ركز عدد كافي من الناس طاقتهم على السلام، فسيكون لدينا سلام. قانون. إذا كان معظم الناس ملايين بالغضب، فيمكننا جميعا تجربة الحرب، هندفع الثمن، نحن جميعا واحد. ومثل العديد من الشخصيات الفرعية بداخلك، لقد جئنا جميعا إلى هذا العالم لتوسيع نطاق الوعي وللتطور ونكون سعداء. لكن من المستحيل الوصول إلى موقع معين إذا كنت تتجه في الاتجاه المعاكس. لذلك إذا كنت تريد أن تجد السعادة الكاملة وتتطور، فإن المهم جدا أن تعيش وفقا لهذه القوانين، فهي قوانين تحكم الكون وأنت جزء منه. لذلك حتى لو كنت لا تعرف، لا تصدق، لا تقبل، فهذه القوانين تحكم حياتك. إنها يشبه قانون الجاذبية المعروف باسم قانون الجاذبية. حتى لو كنت لا تعرفه ولا تصدقه، لا توافق معه، إذا رميت نفسك من نافذة المبنى، فأنت ذاهب لتقع أو تسقط، هتقع يعني. قول إن لا أصدق في الجاذبية، ارمي نفسك وأنت تشوف، أو ارمي شيء يعني وأنت تشوف الواقع بتاعه. إذا كنت تعيش وفقا للقوانين الطبيعية للكون، أي إذا اتبعت تدفق الطبيعي للأشياء، فستكون حياتك أبسط وأكثر سعادة. ده موضوع النهاردة. أشكركم جدا جدا جدا. معلش الموضوع طويل شوية، احنا وصلنا لساعة و19 دقيقة، لكن أنا أعتقد أنه هو مهم جدا جدا. راجع الحلقة دي دائما، اشترك معانا، انشر ده، يعني دي حاجة في قوانين الكون احنا محتاجين نعرفها كلنا، بغض النظر بقى عن الدين اللي احنا بنتدين، عن الموقع بتاعنا، عن المجتمع. لو احنا كلنا عملنا وفق هذه القوانين، تأكد هنكونوا سعداء جدا جدا. اشكركم جميعا، والى اللقاء في حلقة قادمة. اللي يقدر يشترك ويدعم القناة انا اشكره جدا جدا، واللي ما يقدرش اشكره جدا جدا برضه. سلام سلام.